السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. يعني هذا مكاني هنا في تورو. هذا مكاني اسمه تورو. يعني هذا كان مسجدا. يعني صاحب الأرض أعطاهم هذا الأرض ثم مات. وبعد ذلك جاء ابنه من أخرى مكان. وقال للمسلمين أنا لا أريد أن تصالي هنا. هذا أرض لأبي. أريد أن أخذها إذا لم تدفع أموالا. يعني المسلمون حتى الآن هذا مسجد ولكن لم يصالون فيه. بسبب ليس أرض له. هذا ابنه قال إذا لم تدفع أموالا لم تصالون هنا. المسلمون هنا تقريبا يعني 150 ما عندهم مكان فيه يصالون. نريد من يساعدنا ويشتر لنا هذا الأرض وهذا مسجد ثم نستمر. هذا المسجد ماذا يحتاج؟ المسجد يعني المسلمون يحتاجون زنك كما تشوفوا. هذا زنك إذا جاء المطر يدخل في المسجد. نعم. ويحتاج ماذا؟ يحتاجون لأسمنت. يعني المسلمون كثيرا من هنا. وهذا مسجد صغير جدا. هذا مسجد صغير ليس كبير كما تشوف. وهذا الأرض كان للمسلمين ولكن الآن لا يصلون هنا. نعم. لمن أراد المساهمة والمساعدة معنا في بناء هذا المسجد أو كفالة إمام هذا المسجد فما عليه إلا أن يتصل على مدير جمعية التعليم والتنمية الشيخ سليمان بن عبد الله المهوس المملكة العربية السعودية 00966555134955 أو المدير التنفيذي في جمهورية بروندي عبد الفتاح العبادي رقم الهاتف 00257 75 32 66 82 أو جلال بن فهد المريسي رقم الهاتف 00257 79 66 82. ها هم المسلمون أمامكم في الصورة وها هو المسجد أمامكم في الصورة. بقي عندك شيء سليمان؟ يعني صاحب الأرض يحتاج 500,000. 500,000 لكي هذا الأرض يكون للمسلمين. إن شاء الله تصل هذه الرسالة إلى أهل الخير ونجد لهم من يساعد. إن شاء الله. أشكرهم قبل أن يفعلوا شيئا. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.